منتصف. ثلاث حلقات لا ينساها نور نزار. حلقة ويا نزار أشرف أول حلقة. الله. كان والدي. الله. أي. تحيات. هاي الحلقة اللي كنت يمكن أكثر حلقة أني أجرسيف ويا الضيف. يعني شديد جدا. زين. وحتى بعد الحلقة قلت له شلون الحلقة؟ قال لي شبيك أنت؟ يعني مو طبيعي كنت. مو ابني. إي قال لي أنت مو طبيعي. قلت له لا مو هاي الحلقة الناس تشوفها. إذا أنت طبعاً هي كانت حلقة إلا واحدة بس مو دناقش محور. كان هو الضيف ودا أسئلة تفاصيل عمله وقتها في بطولة 2015 مال آسيا. وما حدث بعدها. وما حدث بعدها أيضاً بال 2017-18 الشيء. زين. كان بالمنتخب ويا الكابتن يحيى علوان. قسيت على الوالد؟ قسيت عليه. قسيت عليه ومارست مهنتي. وأنا قلت له من البداية قلت راح تجي ترى راح أحرجك. قال لي يعني ما عندي مشكلة أعتبرك حالك حال المقدمين من أروح وياهم وأطلع. وأنا مستعد. تحبها هذه الحلقة لو؟ أي أحبها لأن قدرت أطلع تفصل. من موضوع عاطفتي. أي قدرت تفصل. أي قدرت أفصل يعني جربت نفسي لأول مرة أقدر أني أعوف العاطفة إنه هذا والدك مثلك.